أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة العاشرة صباحا. بداية يشرف بعد قليل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على توزيع وحدات سكنية في مختلف الصيغ بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، حيث سيتم توزيع قرابة 14,000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى العاصمة من برنامج وطني يقدر ب 58,000 وحدة سكنية من نفس الصيغة، إذ سيتم توزيع 3,746 وحدة بدويرة و 3,000 بباب حسن. وتعتبر هذه الخرجة الأولى للوزير الأول الجديد بعد تعيينه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، أشرف مساء أمس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس على حفل بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى جانب شخصيات وطنية وثلة من المجاهدين. الحفل نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة، ويندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخ الجزائر المجيد. محمد رضا بوزيان والتفاصيل. هي التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخنا المجيد وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد. فبمناسبة الذكرى 59 أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسم السيد رئيس الجمهورية على الحفل المنظم بالنادي الوطني للجيش بحضور رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الدستوري الوزير الأول إطارات سامية في الدولة إلى جانب إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وشخصيات وطنية وثلة من المجاهدين، حيث استمع الحضور في البداية إلى النشيد الوطني من آداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري. ثم تابع الحضور عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان الجزائر أرض الكرامة والكبرياء. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية.
تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية المواطنين أنه على إثر الحرائق المندلعة أول أمس 4 جويلية بولاية خنشلة فقد جندت وسائل وإمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة تدعمها مروحيتين تابعتين للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تطمئن جميع الساكنة أنه لم تسجل خسائر بشرية لحد الساعة. وفي الأخير، وإذ تنوه الوزارة بتواصل الجهود إلى غاية الساعة قصد السيطرة على الحريق وإخماده نهائيا، وتطلب من الجميع التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذه الحالات. وفي بيان آخر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية، وعلى إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية تنس بولاية شلف والتي أسفرت عن عدد من الإصابات وحالة من الهلع لدى المواطنين، تطمئن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرأي العام بتماثل جميع المصابين للشفاء ومغادرتهم جميعاً الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، كما تؤكد الوزارة على اتخاذ السلطات المحلية لعدد من الإجراءات العملية والاستعجالية ابتداء من ليلة 4 جويلية 2021 الرامية إلى حماية سلامة المصطافين، فيما تعكف فرق ميدانية متخصصة على مباشرة التحقيقات البيولوجية للفصل في أسباب هذا الحادث، والتي سيتم إطلاع الرأي العام بها فور استكمالها. وفي الحدث الرياضي، يواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري أقل من 20 عاما المنتخب السعودي في نهائي كأس العرب بملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا ابتداء من الساعة 4 مساء بالتوقيت الجزائري. رفقاء عمر رفيق يتطلعون لمواصلة مشوارهم في البطولة بنجاح بعدما أبهروا بأدائهم الرائع في مباراة نصف النهائي وأطاحوا بتونس بهدفين نظيفين، ويدرك الخضر صعوبة المهمة أمام منتخب أقصى حامل اللقب السنغال في دور الربع، ثم أخرج المنتخب المضيف مصر من المنافسة في دور النصف ب3 أهداف لهدفين، فحظ موفق لمنتخبنا الوطني. هذا وعقد بالأمس الاجتماع الفني الذي يسبق مباراة النهائي بين المنتخبين الجزائري والسعودي، وحضر عن الجانب الجزائري رئيس بعثة الخضر إلى هذه البطولة حكيم مدان، وعلى إثر الاجتماع تم تحديد البدلة التي سيرتديها كل منتخب، حيث سيلعب منتخبنا الوطني بالقميص الأبيض والمنتخب السعودي بالقميص الأخضر. ونبقى مع المنافسة العربية، حيث سحبت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الرابعة لكأس العرب للناشئين لأقل من 17 عاما. القرعة أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وليبيا وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى فلسطين وسعودية والكويت والمغرب، أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات تونس والعراق وموريتانيا واليمن، في حين المجموعة الرابعة فضمت منتخبات مصر والبحرين والصومال ولبنان. إلى الانشغال الصحي، وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات، فيما تماثل 361 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. هذا وأوضح معهد باستور الجزائر أنه تم اكتشاف 7 حالات جديدة من السلالة المتحورة دلتا لفيروس كوفيد-19 بولاية الجزائر، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المكتشفة لحد الآن إلى 31 حالة.
دولياً. وفي ملف الصحراء الغربية، نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. وفي شأن ليبي، أثنى المجلس الرئاسي الليبي على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح سجل الناخبين، داعيا كل الأطراف إلى تقديم تنازلات لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وفي اليمن، حذرت منظمة الأمم المتحدة من ارتفاع عدد الأطفال الذين يواجهون اضطرابات في التعليم إلى 6 ملايين، كما حرم 2 مليون طفل من مقاعد الدراسة بسبب الفقر والصراع، وذلك منذ 2015. سياسيا، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن اليمن تقف بكل إمكانياتها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور دلتا لفيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع بين دول العالم، أكد المدير العام للمنظمة أن الدول التي تم رصد المتحور دلتا فيها بلغت نحو 89 دولة حتى الآن، وتستعد بريطانيا للرفع النهائي للقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 اعتبارا من 19 جويليا الجاري. دليل نين زياد تفصل. حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور دلتا لفيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع بين دول العالم، ويثير احتمال حدوث موجة جديدة لكوفيد-19 مخاوف مع انتشار الوباء الذي أودى بحياة حوالي 4 ملايين شخص في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، بينما سجل الوباء تسارعا خلال الأسبوع الجاري في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية. هذا ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين للتلقيح ضد فيروس كورونا، معتبرا أن الحرب ضده لم تحسم بعد. هذا وفي حصيلة جديدة سجلت البرازيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت أندونيسيا أعلى حصيلة يومية من الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس، في حين سجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في نسبة العدوى منذ جانفي الفارط. احتفاء بعيدي الاستقلال وشباب فضاء دار الأوبرا بعلان بالصايح، احتضن مساء أمس حفلا منوعا أجواؤها ينقلها لكم هشام بوميدة. كانت فرقة الباليه الأوبرا الجزائر بسفر بنا إلى الزمن الجميل، حيث تجولنا في أروقة الذاكرة المنسية خاصة التراث القديم. والله عرض يعني كوريغرافي إشراف مدام ناموس، بالي فولكلور، بالي فولكلوريك، دونك اللي يشمل كل مناطق البلاد وتكلم على أفراح الجزائر. اليوم رانا في عرض الجزائر تحتفل إن شاء الله بعيد الاستقلال. اليوم جينا عندنا عرض فولكلوريك، العرض يمثل التراث الوطني الجزائري كاع. عشنا من خلال هذا العرض قصة وعبرة تألقت فرقة الباليه في رسمها وتجسيدها. اليوم يعني ما كنتش نتسنى اللي كانت فغيما لي سواري كوم، نتمنى تزيد تتكرر هذه بولادنا نشوفوهم هكذا ونكونوا مهنيين. كان العرض على جميع المناطق الجزائرية، فيها رقص موسيقى، وكانت غيما جملة لي 48 ولايات. تنظيم مثل هذه العروض من شأنه أن يحيي الذاكرة للأجيال الصاعدة في الموروث اللامادي للإنسان. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.